لكم النهارده قصر محمد علي باشا. كمية النباتات هنا مش ممكن. قصر، هو بجد قصر. دي سرايا الإقامة الأول، ندخل نشوفها. ومزخرف بصراحة، جميل. بهو النافورة، الله، بتطلع موسيقى بجد. دفاية زيت، يعني ايه دفاية؟ بتشتغل بالزيت. بالزيت ده صالون الصدف. الصدف سمى بصالون الصدف عشان كل شغل الخشب اللي هنا بتاع الصدف. كل حاجة هنا بالصدف. الله، دي حجرة المدفأة. أسقف كلها مزخرفة. بصوا الساعة دي، في حجرة هنا تاني، دي حجرة الطعام. بصوا الباب، ايه ده؟ يعني ده كان مش عامل القصر ده قصر عادي. سبحان الله. وزن الطبق ده قد ايه؟ 50 كيلو فضة. ما شاء الله. السقف مكون من جذوع نخيل. الله. كل جزء نخلة على رسومات بمية الذهب والفضة. في رسمة قصيرة عشان هو قصير، كان طوله 154 سنتي. ما بحبش حد يقعد قدامه اطول منه. ما شاء الله. لو بصينا على اليمين هنا نلاقي باب اسانسير يدوي. الله، اللي هو ده؟ عشان الاكل يطلع من تحت من المطبخ على غرفة الطعام على طول، ما يخش في الباب الرئيسي. دي مين كسوة الكعبة؟ طبعا مصر لما كانت بتبعت الكسوة، الكسوة القديمة اللي كانت بترجع معاك بتقطع وتوزع على الأمراء اللي في مصر. الله، دي من الروضة الشريفة، جزء من الروضة الشريفة. ده بعض مقتنياته. حجرة الشكمة، يعني ايه؟ كلمة تركية معناها المكان البارز خارج حدود مصر. يعني أو البلكونة. البلكونة ده عشان مخصصة للسيدات بس. السقف جميل. دي حجرة ايه؟ ده بهو المرأة. بهو مخصص لحلقات الأدب والشعر والمرأة. الصالون الأزرق، المكتب، حجرة المكتب يعني. السقف برضه بجوع نخيل. الله، هو السقف كل واحد صح؟ لا، كل أوضة غير التانية يعني؟ طبعا 42 سقف في القصر، مفيش سقف زي الله. ده حمام الضيوف. السلالم دي على حجر النوم. طالعين نشوف فيه فوق.
الأسقف هنا حاجة مش ممكن. المبخرة اللي في النص دي حلوة أوي، النجفة دي ده الجامع كده. بصوا الباب الشبابيك الملونة دي كان في منها في القلعة. خارجين بقى من المسجد، خرجنا من المسجد بعد كده في متحف الصيد، ندخل نشوفه. حيوانات متحنطة بس أكنها حقيقية، يعني احنا خضينا سبحان الله. يا ربي بص عينيهم. حلو جدا 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 قصر محمد علي. يا نهار أخبر، بص البق ولا العين. واو واو واو. شوف الباقي، وادي الملك فاروق وهو بيصطاد. ايه كانوا بيصطادوا فران ولا ايه؟ ده الوبر المصري. بصوا الجمل، يعني عظم الجمل. انا افتكرته ديناصور في الاول. صور الجرحى كلها، البوم كانوا بيصطادوا بوم. انا مش عارفه عينيهم غريبه. دي انواع الفراشات كلها جميله جدا على فكره. بصوا بقى الحصان سبحان الله. فراشات هنا كتير قوي، بجميع الوانها وجميع اشكالها، حتى الصغننين جدا. الزواحف بجميع اشكالها. طيور النورس، بط بري، بط عراقي. طبعا بيعرفك كل حاجة، بيعرفك جنبها هو ايه. دي الاستاكوزا. سراي الاستقبال. واحد
وده كده من بره. كده حجرة المشربية، دي كده القاعة الشامية. دي كده القاعة المغربية. نازلين كده تاني صوص السلالم. كده حجرة التشريفات في الاستقبال أول ما دخلنا. في حجرة تانية كده أشوفها، دي حجرة استقبال كبار المصلين. وكده نقول باي باي يا قصر.